يعني كانت جميله. وطبعا احنا ككل اسره كان عندنا برضو مشاكل. احنا مش ملايكه، لا انا ملاك ولا ممدوح ملاك، لكن كنا بنحتوي كل شيء. كنا زي اي اسره، يوم حلو يوم مر، بس الاحلى حاجه في الاسره كان احترامنا لبعض، هو اللي خلى العلاقه جميله طول الوقت. ممدوح عبد العليم طاقته عاليه جدا وكبيره، هو هاله من الخير والانسانيه والاحترام، فما كنتش بقدر عليها. بس الحمد لله انا سعيده ان احنا قدرنا نعمل حاجه تليق باسم ممدوح.